متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. هذا آخر تحديثات الحالة الجوية المؤثرة حاليا على المملكة. نلاحظ معكم من خلال آخر صور الأقمار الاصطناعية استمرار توافد كميات كبيرة من السحب عبر البحر المتوسط قبالة سواحل لبنان وفلسطين مباشرة للمملكة خلال الساعات القليلة القادمة، تحديدا نحو المنطقة الجنوبية، كذلك الحال نحو بعض المناطق الوسطى والشمالية. تعمل هذه الغيوم على هطول الأمطار في عموم هذه المناطق، تكون على هيئة ثلوج في المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر بمشيئة الله، تكون متراكمة بشكل غير مؤثر فوق مرتفعات شمال المملكة وربما أيضا وسط المملكة بما فيها مرتفعات العاصمة عمان. لكن المناطق الجنوبية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر تشهد حاليا تراكمات للثلوج، متوقع ازدياد تراكمات هذه الثلوج خلال الساعات القليلة القادمة مع استمرار توافد هذه السحب من البحر مباشرة صوب المنطقة الجنوبية خلال ساعات، خاصة خلال ساعات مساء هذا اليوم بمشيئة الله. نلاحظ معكم خلال الملخص الخاص بحالة الطقس خلال ال 24 ساعة القادمة، توقعات بتساقط ثلوج خفيفة غير مؤثرة على مرتفعات العاصمة عمان خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله، تكون على شكل أمطار ممزوجة بالثلوج في عموم مناطق العاصمة. توقعات باستمرار تراكم الثلوج في المنطقة الجنوبية تحديدا مرتفعات الطفيلة والشراء غربي محافظة معان، كذلك حال توقعات ببدء تراجع الفعالية الجوية مع ساعات العصر والمساء بدءا من شمال وسط المملكة، في حين تستمر الفعالية الجوية أو تزداد حتى الفعالية الجوية صوب المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية بمشيئة الله، كذلك حال مناطق البادية الشرقية حيث متوقع أن تبدأ باستقبال بعض الثلوج حتى خلال ساعات الليلة القادمة المتأخرة. الحديث هنا عن البادية الشرقية. توقعات الخاصة بعمان هذا اليوم كما تحدثنا أمطار ممزوجة بالثلوج العظمى فقط 4 درجات مئوية، تكون على هيئة ثلوج خفيفة غير مؤثرة فوق مرتفعات العاصمة عمان التي تزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر بمشيئة الله. التوصيات الخاصة للتعامل مع هذه الحالة الجوية السائدة حاليا، استخدام الآمن لوسائل التدفئة نظرا لانخفاض درجات الحرارة الكبير تقريبا بحدود 8 درجات مئوية عن معدلات، كذلك الحال الانتباه من تدني مدار الرؤية الأفقية على طرق المرتفعات الجبلية العالية بفعل توقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، كذلك الحال خطر الانجماد والانزلاق على طرق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية نظرا لتوقع تشكل الانجماد خلال ساعات مساء هذا اليوم بوقت مبكر عن العادة، وتوقع استمرار هذا الانجماد مع خلال ساعات الليلة القادمة. متوقع أن يكون هذا الانجماد قوي في تلك المناطق بتزامن مع هطول الثلوج وتراكمها فوق مرتفعات الطفيلة والشراء خصيصا، كذلك الحال توقع بدء الانجماد أو تشكل الانجماد على بعض المناطق المؤدية للطرق الطريق النافذ شرقا نحو العراق، في حين لا يتوقع تشكل الانجماد فوق طرق العاصمة عمان خلال ساعات الليلة القادمة. كان هذا آخر التحديثات من هنا طقس العرب، إلى اللقاء.